واخا الاقتراحات صراحه عندي كثار وغادي نعطي حيت الطلب ديال المسمن وهذا المسمن انا درته في حقيقه بقيت كنخمم قلت خاصنا نبدلو شويه لوغو ديال المسمن العادي درت جوج ديال الانواع ديال المسمن وتحيه كبيره لنا جات من اكادير لان عطيتو ليها وجرباتو تبارك الله شكراتني لي بزاف هذا المسمن الاول بالعطريه انا غادي نعطي السيدات ويجربوه لان كيجي واحد لوغو فيه زوين وكيجي بحال الورقه ديال السطيله عندنا زلافه ديال الدقيق الابيض وزلافه ديال فينو نوع ممتاز كنديروا الملحه كنديروا الزهر كنديروا خرقوم عود وكنديروا سكنجبير كنديروا التحميره هادشي كلشي بالدقيق السيده اللي بغات اللون ديالو يجي صفر تغلبوا على التحميره بغات يجي حمر دير ثاني التحميره اكثر من الخرقوم ما فيش الكامون ما فيش القرفه هادشي اللي كاين كنخلطوا المسمن ديالنا عادي نعجنوه بهاد العطريه ديالو وكنكوروه كويرات عاديين كنديرو كنغطيوه على الاقل نص ساعه راه في خمانه ديال الحلوه ما فيش ديال الدار كندهنوهم بالزيت وكنغطيوهم بلاستيك غذائي حتى كيرتاحوا مزيان صافي كنطويو المسمن ديالنا عادي الطريقه العاديه العاديه بالزبده ولا غير بالزيت انا اكثر كندير غير الزيت مابقاش كندير كاع بزاف الزبده كنطويهم وكنخليهم حتى كيخمروا حتى كيبانوا لي طلعوا دوك المسمنات صافي وكنوجد المقله ديالي وكنسرح وكنرشهم شويه الزيت وكنطيبهم كنخليهم حتى بغي نقدمهم كنوجد الجبن ديالي كنعمرهم بالجبن وكنطويهم على شكل سيكار وكنحطهم في الطرسه ديال التقديم وكيجيو زوينين المسمن الثاني فيه توا زلافه ديال الفينو وزلافه ديال الفورس الابيض والملحه والخمارة ديال الحلوه وبكيه ديال الشوكولاته الحلو هذا درتو راه كيبغيو الدراري بزاف واخا كنعجنو بهذا الشوكولاته داك الابيض ديال البكيه ماشي المر كنعجنو ثاني المسمن ديالنا عادي صافي نديرو ليه كما درنا الاخر نطويو ونخليو تا هو يرتاح ونطويو ونخليو ثاني جمرات هذا يخمر كيبغي يطلع هذا المسمن صافي وكنطيبوه ملي كنطيبوه كنزينو كنجيبو الشوكولاته ديال القرعه السيدات كلهم كيعرفوه كندهنوه بيه وكنلويو توا كنطويو وكنحطوه في طبق كيجي جوج فيلات واحد بالجبن واحد حلو مضحات مختلفين الله يعطيك الصحة انا جات ونجات انا كنشكرها بزاف من هذا المنبر تبارك الله غادي نعطيك ما نساوش من الناس اللي ديابيتي كل ما كيخش كيطلبوني على الدجاج وداك الشيء الدجاج الفخيدات يلا درتهم هاد الاسبوع تا هما جاو زوينين كناخذوا الفخاد ديال الدجاج كنديروا الشرموله ديالنا فيها الزيت البلديه شويه ديال الملحه شويه ديال الزعتر والثومه محكوكه كنكثروا شويه الثومه كندير تقريبا جوج معالق ديال الزعتر وكندير ورقه ديال الموسى ونص كاس ديال الحامض نعود المكونات عندنا جوج معالق ديال الزعتر يكونوا شويه عامرين والزيت البلديه والملحه والزعتر والثومه وورقه ديال الموسى ونص كاس ديال عصير الحامض كنخلطوا المكونات كاملين وكنرقدوا فيهم هذاك الدجاج على الاقل ثلاثة السوايع وباش ما خليتيهم يترقدوا كيجي زوينين صافي كنوجدوا المول ديالنا انا دائما الى الدجاج كندخل الفران بحال هكا كندير البصله من التحت اييه نحطوا دوك الفخيدات ديالنا وندخلهم الفران يطيبوا يتحمروا لينا بالصحه والراحه ويرافقوهم شويه ديال البصله شويه ديال الخضره راه مزيانين نعطيك المقله ديال اللحم لان بزاف الناس كيديروا اللحم ديال القصبان وكتشطي ما كيبقيوش مازالوا القصبان انا عطيتهم هاد المقيله طلبت واحد السيده عليها كناخذوا اللحم راه كنقطعوا ديال القطران كنديروا طريفات ديال الشحمه غير شويه ما كنكثروش بزاف الشحمه كنديروا الزيت البلديه والثومه محكوكه وقزبر وشويه ديال الملحه وكنخليو هادشي كله مرقد ما كنديروش العطريه هادشي اللي كاين فيها غير الثومه والقزبر والملحه والزيت البلديه وطريفه تاع الشحمه كنخليهم مرقدين حتى هما شي ثلاثه السوايع وكنشدهم كنديرهم في الكوكوط اللي ما بغاش الشحمه تحيدها حيد دوك الطريفات غير كيطلقوا لينا شويه لوكو معاهم كنديرهم في الكوكوط وكنسدو عليهم بلا ما كنسدو عليهم على العافيه مهيله حتى كيطيبوا لينا دوك الطرفه ديال اللحم كنحيدهم كنديرهم في المقله ديالنا وديك الضميره اللي غتهبط معاهم شويه تنخليهم شويه ونخوي عليهم البيض
بالصحة وراحة. يعطيك الصحة. كيجي زوين. نصر القيلة تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحة. باقي الحال. مازال عندك شي اقتراح؟ نختم لكم هذا السؤال في الطلب ديال السيدة. أنا قايدة في الورقة. واخا. ولكن الطالبات كثر ما يمكنش نعطيهم مكان. أيوا والله حسنة الواحد علاش ما قديتي إن شاء الله وأكيد المستمعات ومن خلال البرنامج نزيدو نكملو. هذه البسبوسة تاهي جات زوينة. شفتيها في المقادير. ثلاثة كيسان ديال السميدة رقيقة. وعندنا جوج خمارات. وستر ديال الحليب. وعندنا شويه ديال الخميره ديال الدار ونص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الكوك وجوج كيسان ديال السمينه هادو هما المقادير كاين في هاد البسبوسه ثلاثه كيسان ديال السمينه رقيقه كيسمحوا لي السيدات كلهم كيقول لي كتزربي وهاد الوقت اللي كنكون زرب راه دايره خبز مفرح ثلاثه كيسان ديال السمينه رقيقه وعندنا سطر ديال الحليب وجوج خمارات شويه ديال الخميره ديال الدار نص كاس تاع الزيت نص كاس ديال الكوك وجوج كيسان ديال السميده كنخلطوا هاد المكونات كاملين جافين وكنزيدوا داك السكر ديال الحليب ونخلطوها ونوجدوا مقله ثقيله تكون شويه كبيره كنديروا لها شويه ديال الزيت ورشوا السميده صافي ندخلوها للفران السيدات اللي بغاو يرشوها يرشوها بالنسبه فيه من الفوق ولا كاوكاو مطحون ندخلوها للفران ملي كطيب كنديرو الكونفيتير ديالنا كيسخن دائما الكونفيتير سائل كنديرو ليه شويه ديال الماء فوق الفوطه ونخوي عليها راه كتجي زوينه بصحه وراحه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك على ملكه الوصفات باقي نكثر ولكن ان شاء الله الوقت ما كاينش ان شاء الله نخليهم السماعات ان شاء الله الله يعطيك الخير شكرا لك بزاف